بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه، وبعد. إخواني الدارسين والدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث في محاضرة علم العقيدة عن النبوات. المحاضرة الماضية بينت لكم أن علم العقيدة يضم موضوعات رئيسة: الإلهيات، النبوات، السمعيات. وعلمت أنكم قد درستم الإلهيات في العام الماضي، وفي هذا العام نحن سنعيش سويا في القسم الثاني من الأقسام المكونة لموضوع علم العقيدة. في هذا القسم سندرس فيه النقاط الآتية: تعريف النبي والرسول، ثانيا تعريف الوحي، ثالثا تعريف المعجزة، رابعا تعريف رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتحدث عن السمعيات، وذلك نتركه لحينه إن شاء الله. أيضا تحدثت إليكم في المحاضرة السابقة عن النبي والرسول والنبوة والرسالة، وتحدثت حديثا إجماليا، ويبدو أن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر، فأعود وأقول لكم وبأسلوب سهل وميسور وبسيط، ونستخدم اللغة العامية أحيانا كثيرا إن شاء الله، حتى نكون جميعا حريصين على التزود بهذه المادة العلمية المهمة جدا وإن شاء الله المفيدة إلى أقصى درجات الإفادة. أولا، معنى إرسال الرسل. إيه يعني إرسال الرسل؟ إرسال الرسل معناها أن الله عز وجل يبعث إلى الخلق، إلى عباده، ناس يربيهم الله عز وجل من جنس البشر وليس من جنس آخر. الله عز وجل يجتبي من البشر رسلا، ويجتبي منهم أنبياء، ويصطفي منهم أنبياء ورسل، يربيهم الله عز وجل تربية خاصة، ولا يكلهم إلى تربية الأسباب، فلا يربون في مدارس، ولا يربون على أيدي شعراء، ولا على أيدي فصحاء، ولا بلغاء، ولا يتعلمون شيئا من البشر، وإنما الذي يربيهم الله عز وجل. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم عن سيدنا موسى: ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، إيه معنى ولتصنع على عيني؟ أي لم نترك تربى من أحد من البشر ولا من الأسباب، بل المسبب ذاته هو الذي يربيك، وهو الله عز وجل. فمعنى إرسال الرسل هو بعثهم إلى الخلق ليخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. إذن هذا فضل من الله ونعمة، وهذه منة من الله عز وجل، أن الله عز وجل يختص من البشر رسلا مهمتهم أنهم ينذرون ويبشرون، وأنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. النقطة الثانية، معنى النبي والرسول. إذن عرفنا معنى إرسال الرسل، ندخل الآن في معنى النبي والرسول. يعني يرد على
اللسان العربي إذا فتحت حضرتك القاموس أو المعجم اللغوي، معجم اللغة العربية، علشان تبحث عن معنى كلمة نبي ومعنى كلمة رسول. وانتوا عارفين ان المعاجم اللغوية مهمتها الاساس ضبط الالفاظ، وليس من مهمتها الاساس وضع تعريفات او اصطلاحات، لان للتعريفات والاصطلاحات مجالات اخرى غير المعاجم اللغوية. اذا فتحنا المعاجم اللغوية وجدنا هذين اللفظين، وجدنا لفظ رسول ووجدنا لفظ نبي، وهذا يبين لنا أن هذين اللفظين هما لفظان عربيان في اللحمة والسدى، يعني من مبتدئها إلى منتهى، من المبتدأ إلى المنتهى، لأن هناك كلمات ليست عربية، فإذا ما عربناها صارت عربية وتنطبق عليها قواعد اللغة العربية. يعني حضرتك معاك الموبايل، احنا الموبايل دي كلمة مش عربية، لكن احنا عربناه وبنكتبه بالحروف العربية، ولو وضعناه في جملة يعرب كما تعرب الجملة بحسب وضعه في الجملة. تقول كلمتك في الموبايل، وتقول رأيت موبايلا، الموبايل موجود في كذا، أو المايك أو الكاميرا أو التلفزيون أو التلفزيون، هذه كلها كلمات معربة ولكن ليست عربية في الأساس. ونحن نجد في القرآن الكريم أيضا ألفاظ ليست عربية، لكن العربية استوعبتها وصارت عربية، زي سندس، زي استبرق، زي آدم، وغير ذلك من الألفاظ والكلمات الموجودة في اللغة العربية، زي القسطاس، هذه كلمة ليست عربية. فهذه الكلمات إذا ما وضعت في البوتقة العربية انصهرت في اللغة العربية وصارت عربية، ولكن عربية معربة وليست عربية أصيلة، ليست جذورها نابتة في أرض اللغة العربية. لكن كلمة نبي وكلمة رسول دول موجودين، دول جذورهم موجودة في اللغة العربية. فكلمة نبي لها دلالة وكلمة رسول لها دلالة. لما ننظر إلى دلالة لفظ نبي ودلالة لفظ رسول، يظهر لنا أنهما يعنيان مدلولا واحدا من حيث الإطلاق اللغوي، يعني من حيث الإطلاق اللغوي لهم دلالة واحدة. فالنبي مأخوذة من النبأ، والرسول من الرسالة، والرسالة لكونها مهمة لأنها أتت من قبل الله فهي نبأ. إذن فالكلمتان في اللغة العربية مدلولهما واحد، لكن الاختلاف أين أتى؟ الاختلاف أتى في الاصطلاح، وأنا قلت إن المعاجم اللغوية لا تهتم بالمصطلحات وإنما تهتم بضبط الألفاظ. لفظ الرسول والنبي هما بدلالة واحدة من حيث الإطلاق اللغوي، لكن في الاصطلاح قلت مختلفين. والاختلاف ولد رأيين، هذان الرأيان تبناهما فريقان. الفريق الأول، أنا عندي فريقين الآن، أنتم معايا ولا لا؟ أكيد معايا إن شاء الله. في عندي فريقين. الفريق الأول يقول النبي والرسول كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. يعني ايه؟ يعني النبي انسان حر ذكر من بني ادم، سليم من الطبع المنفر، اوحى الله اليه بشرع،
ليبلغه إلى الناس. لاحظوا هذا التعريف فيه قيود كثيرة، هذه القيود تعد شروط يجب أن تتوفر في النبي وفي الرسول، وسنذكرها بعد لحظات. الآن خليكم معايا بس في أن احنا نعرف رأي الفريق الأول. يبقى الفريق الأول بيرى أنه لا فرق بين النبي والرسول في الاثنين بمعنى واحد، والاثنين بيطلقان على الإنسان الذكر الحر الذي هو من بني آدم، الذي هو سليم من الطبع المنفر، والذي أوحى الله إليه بشرع ليبلغه إلى الناس. وهذا لا يختلف من نبي إلى نبي ولا من رسول إلى رسول. فالنبي والرسول لدى هذا الفريق من الباحثين يتفقان في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا الفريق يرى أن النبي والرسول كليهما مبلغان عن الله تعالى. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أنك أنت يجوز لك أن تقول النبي هو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، كما أن النبي كذلك. وإذن الاثنين متفقين في البلاغ، ما الاختلاف فين بالضبط؟ قال لك الاختلاف في أن الرسول جاء بكتاب سماوي، جاء بشرع جديد، أما النبي لم يأتي بكتاب سماوي ولا بشرع جديد، ولكنه يبلغ لأنه نبي، هكذا قالوا. فالنبي والرسول عند هذا الفريق الأول، خلي بالكم الكلام ده مختلف فيه، إن هيجي لك الفريق الثاني دلوقتي والفريق الثالث كمان اللي هو يعني لا يخرج عن الفريق الأول. ولذلك العلماء قالوا فريقان فقط، مش ثلاث فرق، مش ثلاث آراء، هو رأيين بس. نجد أن هناك رأي آخر يقول غير هذا. فالنبي والرسول لدى هذا الفريق الأول يعني يتفقان في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فكلاهما أوحى إليه الله عز وجل بشرع ليعمل به وليبلغه إلى الناس. يعني هو في نفسه يعمل بهذا الشرع ويبلغه للناس ليعملوا مثله. طب ليه هو يعمل؟ لأنه أسوة سلوكية، قدوة حسنة، والناس هيقتدوا به. فمش معقول أنه يقول للناس افعلوا كذا وهو لا يفعل، أو لا تفعلوا كذا وهو يفعل هذا الذي نهاهم عنه، بل لابد أن يطبق على نفسه أولا. والله عز وجل يقول في حق المؤمنين لا في حق الرسل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن عند هؤلاء لا يرون الفرق بين النبي والرسول في مسألة التبليغ، لا، هم يرون أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول له كتاب خاص به وشرع منسوب إليه. فإيه معنى يعني كتاب خاص به؟ يعني نزل عليه كتاب من الله عز وجل، رسالة من الله عز وجل، وجاء بشرع جديد. ايه الشرع الجديد؟ ممكن الشرع الجديد ده ينسخ الشرع القديم، ومن الممكن ان يأتي مثله او ان ينسخ بعضه. فمثلا نجد موسى جاء بالتوراة، نجد عيسى جاء بالإنجيل، داود جاء بالزبور، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن. والعلماء قالوا ده كتب كثيرة، يعني وفي صحف إبراهيم، يعني في كتب كثيرة نزلت، لدرجة أن العلماء عدوها بمية واربعة كتاب. عدوها بكم كتاب؟ بمية واربعة كتاب. احنا نعرف تفصيلا منهم هذه الكتب التي ذكرتها لكم الآن. والشريعة أيضا لموسى شريعة، ولعيسى شريعة، لأن جاء عيسى ويقول وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني في شريعة موسى نجد في التوراة نجد أحكام تشريعية، ونجد عقوبات، وعقوبات شديدة جدا، يعني علشان يتوب يقتل نفسه. والله عز وجل حرم عليهم بظلمهم
طيبات أحلت له وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل حرم عليهم أشياء كانت حلا لهم ثم حرمها عليهم. ثم جاء عيسى عليه السلام وأحل لهم, أحل لبني إسرائيل الذين عاشوا في عصر عيسى عليه السلام ما كان محرما على عهد سيدنا موسى عليه السلام. إذن فعيسى جاء بشرع أيضا, موسى جاء بشرع وعيسى جاء بشرع وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشرع جديد. وإن كان الشرع الذي أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر ناسخا للشرائع السابقة وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا, شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا, أما إذا خالف شرعنا في بعض المسائل فلا يؤخذ به لأن شريعتنا ناسخة للشرائع ولا ينسخ شرعنا شيء, لا ينسخ شريعتنا شيء على الإطلاق. فلكل رسول كتاب وشريعة خاصان به بخلاف النبي. هذا الفريق يرى أن الخلاف بين الرسول والنبي في هذه فقط, في أن النبي بلغ لكن لم يأتي بكتاب جديد, لم يأتي بشرع جديد. من الممكن أن يأخذ تعاليمه من الكتاب الذي جاء على الرسول الذي في عصره أو على الرسول الذي كان قبله. يوشع بن نون مثلا هذا كان نبيا ولم يأتي بشرع جديد. أمال شرع يوشع كان إيه؟ شرع يوشع كان التوراة الذي نزل على موسى عليه السلام. إذن وعلى هذا فالنبي والرسول يتفقان في الوحي والتبليغ ويختلفان في أن الرسول دون النبي له كتاب وشريعة خاصان به. طيب يا إخواننا يا أصحاب هذا الرأي, ما دليلكم على قولكم؟ قالوا لدينا دليل من القرآن الكريم نفسه. طيب إيه هو؟ قالوا يقول الله عز وجل في كتابه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه هي الآية وهذا هو الدليل. طب الشاهد فين في الآية؟ قالوا الشاهد في قوله تعالى وما أرسلنا. كلمة أرسلنا دي, كلمة أرسلنا هل هي خاصة بالرسول فقط في الآية ولا الرسول والنبي؟ نقرأ الآية تانية واسمعوها معايا وركزوا في الشاهد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي, والتقدير إيه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من نبي. يبقى إذن النبي مرسل والرسول مرسل, يبقى هما الاثنين بمعنى واحد, هما الاثنين بمعنى واحد, وهما الاثنين يبقى الرسول والنبي بمعنى واحد. ناخد منها قضية بيسموها في المنطق قضية كلية موجبة أو موجبة, كل نبي رسول وكل رسول نبي. ده أصحاب الرأي الأول, وأنا بأؤكد لأن في رأي تاني دلوقتي يغاير هذا الرأي ويستدل بنفس الآية كمان وهنعرف بعد شوي. يبقى على هذا الرأي كل رسول نبي وكل نبي رسول ولا فرق. الفرق بينهم فين؟ الفرق بينهم قلت لكم في الكتاب وفي الشرع الجديد, في الرسالة في الرسالات اللي نزلت عليهم أو في الكتاب اللي جي به النبي الرسول وفي الشريعة التي جاء بها الرسول. ناخد من ده إيه؟ إن أصلا الرسول أصلا هو خرج من عائلة النبوة يعني أو من دائرة النبوة, بيد أنه أوحي إليه بكتاب أو جاء بشرع جديد, لكن هو في الأساس نبي, في الأساس نبي, وثم بعد ذلك نزل عليه كتاب أو جاء بشرع جديد فصار رسول. طيب يعني هو هناك فرق بين الاثنين؟ الاثنين عليهم البلاغ, وإلا ما للنبي يعني ما الفائدة من أن يكون نبيا؟
هل يعني فقط أنه نبي يعرف الناس أنه نبي وهكذا؟ لا، لابد أن يبلغهم، ولابد أن يكون أسوة سلوكية له، ولابد أن يبلغ شرع الرسول الذي أتى معه أو أتى في عصره أو أتى قبله، ومهمته البلاغ. فالآية الكريمة التي ذكرتها لكم هي الدليل التي اعتمد عليها أصحاب الفريق الأول، فإنه كما جعل الإرسال وصفا للرسول جعله كذلك وصفا للنبي. وعلى هذا الرأي فإن الغاية من النبي والرسول واحدة، الغاية من الاثنين واحدة، فالنبي والرسول كلاهما سفير عن الله سبحانه وتعالى، مبلغ عنه ما كلفه بتبليغه أو ما كلفه ربه بتبليغه. هذا هو الرأي الأول، أعتقد أن الرأي اتفهم كويس جدا. أكررها في جمل بسيطة، أصحاب الرأي الأول لا يرى أن هناك فرقا بين النبي والرسول، فكلاهما مرسل من قبل الله عز وجل، وكلاهما مبلغ عن الله عز وجل. والفرق بينهما في أن الرسول جاء بكتاب وشرع جديد، والنبي لم يأتي بكتاب ولم يأتي بشرع جديد، كيوشع بن نون فإنه لم يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد، فكتابه كان توراة موسى وشريعته كانت شريعة موسى. طيب الفريق الثاني بقى، وانا قلت لكم ان هؤلاء استدلوا بدليل الآية القرآنية وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى الارسال جاء الرسول مرسل وكذلك النبي مرسل. الفريق الثاني طبعا لعلكم الان تتشوقون الى سماع الفريق الثاني ماذا يقول. على فكرة الفريق الثاني هو رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء على الفريق الثاني لا على الفريق الاول. الفريق الثاني يرى أن النبي والرسول مختلفان، الاثنين مختلفين، هناك فرق بين النبي والرسول. طب الاختلاف ازاي يعني؟ راحوا قالوا لنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الفريق الثاني يرى أنهما مختلفان في التبليغ كما أنهما مختلفان لغة. الفريق الثاني يرى أن النبي والرسول مختلفان في حاجتين، مختلفان في التبليغ ومختلفان من حيث الإطلاق اللغوي في اللغة. النبي غير الرسول، لفظة نبي، كلمة النبي غير كلمة الرسول. طيب ازاي؟ قال والله في التبليغ النبي لا يبلغ، او هو بالخيار، ان شاء بلغ وان شاء لم يبلغ، يعني ان لم يبلغ فلا شيء عليه. طيب اذا كان مش هيبلغ فلماذا جاء؟ قالوا جاء ليكون أسوة عملية، أسوة سلوكية، يعني يفعل فيفعل الناس مثله، يصدق فيصدق الناس، يكون أمينا فيكون الناس أمناء مثله، يعني أسوة سلوكية. طب النبي يعني النبي أسوة سلوكية، جاء ليقول للناس أنتم انحرفتم عن طريق الرسول وعن شرع الرسول، أنا جاي أعدلكم على طريق الرسول، جاي أمشيكم على خط الرسول، مش أكتر من كده. طب أنت فين الرسالة بتاعتك؟ لا أنا مش لازم يبقى عندي رسالة. طب فين الكتاب بتاعك؟ مش لازم يبقى معايا كتاب. طيب فين الشريعة بتاعتك؟ قال له أنا شريعتي شريعة النبي، شريعة الرسول اللي قبلي، أو شريعة الرسول اللي معايا، أو شريعة الرسول اللي سبقني بعصور بعشرات السنين. يبقى النبي ده هو كده. يبقى إذن في اختلاف في مسألة البلاغ، وفي اختلاف من حيث اللغة، وهنعرف مسألة اللغة الآن. لكن عايز أعرفكم إن إيه معنى البلاغ وعدم البلاغ. هو مش هيبلغ يعني لن يجمع الناس ويقول لهم افعلوا ولا تفعلوا، وإنما هو فقط بحاله
بسلوكه بسمته دليل على الله عز وجل ودليل على الإيمان. طيب يعني إيه؟ يعني إن التعريف نفسه يختلف ما بين النبي وبين الرسول. النبي صحيح زي الرسول في حاجات، إنه إنسان حر ذكر من بني آدم سليم من الطبع المنفر، وأوحى الله إليه بشرع. الاختلاف فين بقى؟ في أن الرسول أمر بالبلاغ، يجب عليه أن يبلغ، أما النبي هو بالخيار، يبقى إن شاء بلغ وإن شاء لم يبلغ، يبقى لم يأمره الله بالبلاغ. والدليل على ذلك أنك عندما يعني تستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أن النبي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد إلى أن من الله عليه وجاءه الناموس، يعني جاءه جبريل. أول ما جاءه جبريل وقال له اقرأ هنا صار رسولا، صار رسولا، خلاص أرسل الآن. أول ما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، وضمه حتى بلغ منه الجهد 3 مرات، وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا لم يكن سيدنا محمد الشخص العادي، هنا أصبح البشر الرسول، هنا أصبح ليس مثلنا، هو مثلنا في البشرية لكنه يوحى إليه. طيب ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي رجع إلى خديجة ترتعد فرائصه ويرتجف ويقول لخديجة دثريني دثريني، يعني غطيني بالبردة، غطيني بالشيء الذي يجب أن يغطى به من كثرة ارتجافه صلى الله عليه وسلم، زمليني دثريني. فخاطبه ربه، لأن ليس الأوان أوان راحة، أنت الآن رسول والرسول عليه أن يبلغ، يا أيها المدثر قم فأنزل. حتى ما قالوش يا محمد، قال يا أيها المدثر، يعني يا من تطلب الغطاء لتتغطى به قم فأنزل، لم يقل له قم ثم أنزل أو قم وبعدين أنزل، لا قم فأنزل، تفيد التعقيب والسرعة، قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر. فقام من فوره فأنظر وبشر إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. ليس الأوان أوان راحة، ولذلك يخاطبه ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها، ما قالوش يا أيها النبي هنا، قال له يا أيها الرسول، لأن الرسول هو الذي يجب عليه البلاغ، يلزمه البلاغ. طب إن لم يبلغ فليس برسول، فما بلغت رسالته. طب كيف أبلغ الآن؟ أنا أخاف من الناس. لا تخاف، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. ونحن سنتحدث إن شاء الله عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الأنبياء، ومنها الأمانة أو العصمة. إذن الفريق الثاني يا إخوان يرى أنهما مختلفان في التبليغ، كما أنهما مختلفان في اللغة. أنا لسه ما اتكلمتش في اللغة، أنا بقول في التبليغ. النبي ليس مجبورا وليس ملزما بالبلاغ، وإنما الرسول هو الملزم بالبلاغ. طيب من حيث اللغة بقى مختلفين إزاي؟ طبعا مادة نبي غير مادة رسول، النون والباء والياء غير الراء والسين والواو واللام، هذه واحدة. الأمر الثاني دلالة الكلمتين لغويا مختلفة. فكلمة نبي ممكن تقول نبي بالتضعيف هكذا، وتقول نبي من غير تضعيف، وتقول نبي بالهمز، بالهمز يعني مهموزة فيها همزة في الآخر كده. إيه الفرق بينهم؟
قال والله إذا قلت نبي من غير همز دي لها دلالتين أو لها مأخذين في اللغة، يعني جذورها أصولها أصلين، يا إما مأخوذة من النبوة. النبوة يعني إيه؟ النبوة هو ما ارتفع من الشيء، يعني حضرتك قاعد كده في 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 مكان وجدت مكان آخر مرتفع ده اسمه نبوة، ما ارتفع من الشيء يسمى نبوة، حتى يطلق على الصفات الخلقية، وحتى بنسمي المكان المرتفع بنسميه ربوة، والربوة المكان المرتفع الثري بالماء والغذاء، ولذلك يقول الله عز وجل وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يبقى النبوة هي إيه؟ النبوة هي كل ما ارتفع في 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 مطلق الأشياء. طب إيه يعني طب أنا سميت النبي علشان كده، يعني سميته نبي علشان هو مرتفع؟ ما المناسبة واضحة. أنا لما أطلق على المكان المرتفع من الأرض نبوة أو ربوة، أنا ما فصلتش جنسها عن جنس الأرض، وما قلتش إنها قطعة من السماء مثلا ألقيت على الأرض، ده هي قطعة من الأرض غير إنها مرتفعة عنها شوية، بيد أنها مرتفعة عنها بعض الشيء، هي من جنسها لكنها مرتفعة عنها، ولذلك تحظى بمناخ يختلف عن مناخ المكان العادي، ذات قرار ومعين، ذات قرار ومعين، يعني دي صفات زايدة للربوة. فهذه الصفات التي زادت عن الربوة جعلت للربوة مكانة أعلى من مكانة الأرض العادية. فكذلك النبي هو من جنس البشر صحيح، نعم هو مخلوق من الطين، هو مثله كمثل آدم خلقه من تراب، أي نبي مش عيسى فقط خلقه من تراب، لكن هو مرتفع عن البشر بالوحي، مرتفع عن البشر بالاصطفاء، مرتفع عن البشر بالاجتباء، مرتفع عن البشر بالعصمة، مرتفع عن البشر بالرسالة، مرتفع عن البشر بالخلق القويم والصفات الخلقية والخلقية، بالصفات الخلقية والخلقية. يعني ايه صفات خلقية؟ هنشوفها بعد شوي. صفات خلقية يعني لا تجد نبيا فيه صفات خلقية تجعل الناس تشمئز منه، يعني ما شفناش وما سمعناش وما قرأناش عن وجود نبي أبرص أو نبي أعمى أو نبي أطرش أصم، ولا عن نبي أبكم، ولا عن نبي أشل مشلول مثلا، ما سمعناش عن هذا، ولا نبي مش عارف يتكلم، ولا نبي غبي والعياذ بالله أبدا، ولا نبي كذاب، ولا نبي خائن أبدا. إذن فدي صفات جعلت في النبي لأنه أسوة وقدوة للناس، فلا بد أن يكون أهلا للاقتداء، وعلشان الناس تسير خلفه حجلا برجل في كل ما جاء به وفي كل ما أتى به. إذن فالمناسبة واضحة بين كلمة نبوة وبين النبي. قالوا مأخوذ أيضا من كلمة نبي، مش نبوة، نبي. طب إيه النبي ده؟ قال لك النبي هو الطريق الواضح، الطريق اللي تمشي فيه اسمه نبي. طيب المناسبة، قال لك المناسبة واضحة برضو، إذا كان الطريق المشقوق هذا والممهد ليك يوصلك للغاية بتاعتك، يوصلك بيتك، يوصلك شغلك، يوصلك المكان اللي انت عايزه، فكذلك النبي.
هو بيوصلك إلى الغاية التي أتيت بها أو أتيت من أجلها. كيف تعبد الله؟ كيف تسعد في الدارين؟ كيف تخشى الله؟ كيف تتقيه؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تموت على طاعة؟ كيف تدخل الجنة؟ كيف تبتعد عن النار؟ فهو طريق لهذا صلى الله عليه وسلم. أنا أقول في أي نبي يكون هذا؟ وفي أي رسول يكون هذا؟ وأنا قلت لكم أن النبي الرسول أصل نبي، الرسول أصل نبي. يعني ما تجيش تقول طب إذا هذا نبي إذا فليس هذا رسول إذا ليس نبيا، لا، أي رسول هو نبي بالأساس ثم أرسل إليه فصار نبيا رسولا. أما النبي لا يرتقي إلى درجة الرسول، النبي لا يرتقي إلى درجة الرسول. عند أصحاب هذا الرأي كل نبي كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا. العلماء المنطق بيقولوا على الأولانية اللي هي كل رسول نبي كلية موجبة، يصدق مفهوم المحمول على كل أفراد الموضوع. المهم خلينا في العقيدة أفضل من مسألة المنطق والكلام منه. إذن فعرفنا أن كلمة النبي مأخوذة منين؟ مأخوذة من النبوة أو من النبي. طب إذا جاءت مهموزة يا أيها النبي، وأنت تجد المشايخ يقرؤون هكذا، يا أيها النبي اتق الله، طب دي مهموزة، هل لها معنى؟ قالوا آه، كلمة نبي مأخوذة من النبأ. طب إيه النبأ؟ قالوا النبأ هو الخبر المهم، الخبر اللي ما ينفعش تعديه، الخبر اللي يخليك تثبت مكانك عشان تسمعه. طب هو الفرق بينه وبين الأخبار العادية؟ انت ممكن تسمع نشرة كاملة ساعة ونص وما يبقاش فيها خبر مهم، أخبار اقتصادية اجتماعية كرة القدم رياضية مش عارف ايه، قد هذا كله لا يهمك في شيء، لكن بعد لحظات يجيك موجز الأنباء. المواد مش أخبار بعينها، لا، أخبار مهمة، يا جماعة اسمعوني اللي جاي كلام مهم. أدي معنى كلمة موجز الأنباء. يبقى نبأ هو الخبر العظيم أو الخبر المهم. طب هناك خبر، هل هناك خبر أهم من الخبر عن الله عز وجل؟ هل هناك خبر أهم من خبر يعرفني طريقي في دنيا في دنياي ويحقق لي السعادة في الدنيا ويحقق لي السعادة في الآخرة؟ ما فيش هناك أخبار أهم من ذلك. إذن فهو نبأ، ما يأتي عن الله فهي أنباء، أنباء الذي يأتي بها لابد أن يكون نبي، يعني هو الواسطة اللي هينقل لي النبأ وهيبلغني النبأ وهيعرفني المكان من الخير والسعادة في هذا النبأ. ده بالنسبة للمعنى اللغوي. طب كلمة رسول، الرسول يعني جاي برسالة، يعني بيبين لي ان في علاقة في مرسل ومرسل إليه. المرسل هو الله والمرسل إليه هم البشر، لكن البشر لا يستطيعون لا يطيقون أن يأخذوا عن الله مباشرة، لم يولدوا بهذه الخاصية، ما عندهمش هذه الخاصية. كمان ما فيش مدرسة ولا جامعة ولا كلية ولا أكاديمية ولا معهد اللي يتخرج منها يبقى مؤهل أنه يتلقى عن الله مباشرة. ما إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل أن الله يختار يجتبي يصطفي من البشر من جنس البشر ناسا منهم يربيهم الله على عينه ويكلأهم برعايته
ويحفظهم بحفظه ويعهد إليهم بصفات خلقية وصفات خلقية تجعلهم أهلا للاقتداء، ثم يرسلهم ليكونوا وسطاء وسفراء الله إلى خلقه. ولذلك سمي رسول، ولذلك سمي رسول. طيب إيه المعنى الاصطلاحي بقى؟ لأن المعنى الاصطلاحي مهم سواء كان للنبي أو للرسول، وهنستخرج من المعنى الاصطلاحي الصفات أو الشروط التي يجب أن تتوفر في النبي والرسول، وهذا ما سنوضحه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.